كان عندي خويا ولد خويا سميتو حمادي القرشيني كيقري بنته في المدرسه ديال النجمه. الدريه بنته تكرفس ليها واحد الاستاذ، وذاك الاستاذ ديما عنده سوابق مع الدراري الصغار، كيكرفس الدراري الصغار، وديجا عنده مهرس دري من ايدو وبو الدري سمح ليه، وديجا مكرفس على واحد الدريه تكرفس عليها بالصح وسمحوا ليه الناس. وخويا انا ملي جات بنته عنده للدار كتبكي وحاشاكم كدوز من الدم من التحت بدون شعور. الاب ديالها هذاك هزها مشى للمدرسه بغى يستشر مع المدير باش يدخل عند المدير. في الاخر ملي دخل خويا وهز بنته معاه شدوه ربعة الاساسيد كيكرفسوا في الدري ومدخلينه شادينه فيديو. الفيديو راه عندهم هما ومدخلينه القسم، يعني هما اللي مدخلينه القسم وشادينه. لا حول ولا قوه الا بالله اخويا، هادشي راه ما وشي دي هازين عليه دعوات وهازين عليه، هادشي ولا راي عام. لا حول ولا قوه الا بالله. الطبع ديالو هو الطبع ديالو والله عمره دار هالحومه ديالو فين ساكن. سولوا اي واحد، اي واحد لا قال فيه شي كلمه خايبه ولا شي كلمه ما مزيانش في حق داك السيد. حنا ربعه الخوت، لا قال فينا واحد هذاك السيد ولا خوتو راه خايبين، راه يحكم علينا المغرب. اي مغربي يقول فيها كلمه. حنا خدام في المطار 16 عام، انا خدام في المطار 16 عام وخويا خدام في المطار 16 عام، هذا اللي وقع عليه المشكل. لو كنا ديال المشاكل ولا كنديروا مشاكل مع الناس ما نخدموش مطار محمد الخامس. حنا بوجهنا احمر كنمشيو وخويا وقع عليه المشكل مع هاد الاساسيد هادو، شدوه تكرفسوا عليه وفي الاخر جابوا الناس كيحرضوا فيهم، بغى يصيفطوا خويا للحبس. ما عرفتش علاش، واش بنته ما يدويش على بنته ما يعرفش المشكل عند بنته. بنته وقع عليها مشكل ما يمشيش يسول، خاصو يمشي يسول المدير، خاص المدير يستقبلو بشويه مالك ولدي ويشوف شنو كاين. هما في الاخر داروا ليه مشكل، شادينو ربعه الناس وجوج معلمات، ثلاثه المعلمين الاربعه وجوج مدخلينو القسم، وهما اللي لاحين الفيديو. وهذا الفيديو خاصو يشوفوا المغرب كامل يشوفوا بان هذاك السيد هما اللي كيجروا فيه القسم، ماشي هو اللي داخل عليهم، هما كيجروا فيه القسم. وهذا الفيديو بالصوت ديالو كيقول، كتقول لي استاذه صور 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 صور. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حق هذا السيد هذا كان معايا في الموبل، انا عندي ولدي اونديكابي كيتعامل معاه معامله كانه كيتعامل مع ولده فوق من ولده. انا كنقول من هذا المنبر هذا السيد راه ماشي ديال الخسران وديال شي حاجه خايبه، ما عمرنا شفنا فيه شي حاجه خايبه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يجعل ربي ييسر ليه، يخرج راه عنده وليداتو باقيين صغار محتاجينه، والمعامله اللي كيتعاملوا هاد الناس راه ماشي هي هادي. الدريه الحاله ديالها الان صعيبه بزاف، طيحه دات امها دابا لومبيلونس داو الميريزكو. ما عرفناش الدريه اشنو وقع ليها، ما عرفناش الدريه اشنو وقع ليها. الدريه باقا صغيره، الدريه ولات كتمشي للطواليط حاشاكم واحد الطريقه، كتريح في الطواويله كدير بيبي ديالها وكيدوز داكشي عندها بالدم. هادشي كامل وقع على حساب الطواليط، هادشي كامل. واش الدريه ما تمشيش للطواليط اللي غيشد الاستاذ غيكرفسها؟ حنا كنتعلموا الاساسي المعلمين هما اللي كيعلمونا، حنا اللي كنتعلموا كيقريونا قروا والدينا. ما يمكنش اسد الدريه مريضه وما تمشيش للطواليط، الا مشات للطواليط اجي بنتي كرفسها. والدريه دابا راه في غيبوبه ما عرفناش شنو وقع عليها الان. يلاه دابا غنمشيو لكازا عندها ونشوفوا شنو وقع على ديك الدريه. راه السبب ديال الخلاف كامل هو انها طلبات منه تمشي للطواليط. الخلاف اخويا هو الدريه مشات للطواليط، وهو ذاك الاستاذ ما كيقريهاش اللي تكرفس على ديك الدريه بنت خويا ما كيقريهاش. شكون كيقريها ماشي مشكل، يضربها ونشدوها ما كيقريهاش. الدريه جاتها بغات تمشي للطواليط، الاستاذ اللي كيقريها ما كاينش. مشات استشرات مع واحد الاستاذه قالت لها استاذه عفاك بغيت نمشي للطواليط، قالت لها سيري. ملي مشات للطواليط جا راجع للقسم شد الاستاذ تلاقى معها كرفسها ما كيقريهاش. كون كان كيقريها ماشي مشكل، ما كيقريها ما والو كرفسها. راه غتشوفوا الصور ديالها كامله، ما عرفتش هذيك السيده شنو بغى يدير لهذيك الدريه، ما عرفتش انا شنو بغى يدير لها. داكشي بزاف على ضرب وبزاف على طواليط هذاك السيد ما عرفتوش. وديجا قلت لكم هذاك السيد عنده صوابق مع التلاميذ، مكرفس دري مهرس ليه ايدو. كاين امو ولا بغيتو امو نجيبها لكم، كاين امو هنا مهرس ليه ايدو وشاد الدري الصغير مكرفسو مره ضربوه هنايا ودخلوا ناس وكذا وكبروا به الناس وسمحوا ليه. علاش؟ حيت استاذ كنقراو عندو كيقري لنا ولادنا وفي الاخر يكرفس دريه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا يلاه الا كنت خارجه قلت انا نشوف من سمعت هذا جيت باش نعطيت انا الاقوال ديالي، لانه هذا السيد تا راه راجل تا طيب كيتعامل. ولدي عندي ولدي اونديكابي كيت، انا كنعاود نقولها ونعاود نقولها. الناس مع المسؤولين ما كيتعاملوش بحال اللي كيتعامل مع ولدي هوايا. انا عندي ولدي عنده دابا 17 عام،
كان ساكن معايا فوق مني، فوق من الموبيل ديالي، معايا في الموبيل كان انساني كيتعامل، انسان كيتعامل ومزيان وما كيبغيش الظلم. شتو توقعتوا منه غادي يوقع له بحال ما حنا ما غنش كاع وصل هاد الدرجه هادي يتوقع هاد الشيء، لانه توردوا على حقه، راه بنته هذيك هذيك راه بنته من حقها تلا يدوي عليها. انا كان ساكن معنا في الموبل، ها هو تا هاد السيد كان تا ساكن معنا. ها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.